إذا كان هناك شخص يحظى بشعبية كبيرة هذه الأيام في الجزائر وخارجها فهو من دون شك الناخب الوطني جمال بلماضي الذي أبهر الجميع بحنكته في مجال التدريب إلى درجة تمكنه من تكوين تشكيلتين مختلفتين بفريق واحد دون التفرقة بين الأساسي والرديف. حنكة كبيرة، حس دقيق وانضباط شديد جعل من القائد السابق لأولمبيك مارسيليا من أحسن المدربين المتواجدين على أرض الكنانة خلال كان 2019، وتم اختياره فعلا كأفضل مدرب خلال دور المجموعات للمنافسة الإفريقية من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة. فوز جمال بلماضي بالجائزة جاء بعد قيادته الخضر للفوز بجميع المباريات وتحقيق العلامة الكاملة دون تلقي أي هدف، ما أكسبه ثقة أكبر خاصة بعدما عرف كيف يعيد لأشباله اللعب بالروح القتالية التي لا طالما عودون عليها عندما كان المنتخب الوطني يعيش أعز أيامه. فتألق بلماضي هو من تألق المحاربين الذين أصبحوا من أبرز المرشحين للتتويج بدورة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية بعد البداية الموفقة والتي لم تكن متوقعة بالنظر إلى الهزات الكثيرة التي عرفها المنتخب في السنوات القليلة الماضية. فهل سيتمكن قائد سفينة المحاربين من بلوغ شاطئ الأمانة في الرحلة الإفريقية الصيفية؟